من جانبه أكد الكاتب الصحفي السعودي زيد بن كمي خلال مداخلة هاتفية في برنامج خاص، أكد أن قناة الجزيرة ما هي إلا منبر للمتطرفين، موجها حديثه إلى القيادة السياسية فيما قد يترتب على هذه القناة من أمور كثيرة ضررها أكبر من نفعها حتى لدولة قطر نفسها. فيما يخص قناة الجزيرة، أنا أشوف الجزيرة من زمان هي بوصلة الموضوعية هي لا توجد في، يعني لا توجد في قائمة الجزيرة، تدل على طول السنوات الماضية في المواضيع التي تطرحها كانت مواضيع يعني أقرب لها شعبوية أو مواضيع أيضا ثانية، يعني فتحت الأبواب أيضا للجماعات المتطرفة، وهذا أمر حقيقة يعني هو مقلق للعالم، ليس مقلق حتى دول المنطقة، بوجود مثلا هذه الوسيلة الإعلامية التي تفتح يعني الأبواب لكل المتطرفين أو يحاولوا زعزعة الأمن واستقرار المنطقة. لذلك أنا أعتقد أن القيادة السياسية في قطر لابد أن تعي أن قناة الجزيرة هي تضر قطر أكثر ما تخدمها، وتضر المنطقة بشكل عام، لأن من غير المقبول يعني الطرح الكثير من المواضيع تطرحها قناة الجزيرة والموجهة لأبناء المنطقة، وهي مواضيع يعني منافية للأعراف الصحفية ومنافية للموضوعية وعملية الطرح. هناك طرح مقبول يعني يطرح في بعض الوسائل الإعلام، ويكون أيضا يعني يكون منه يعني مكتمل الشروط يعني، لكن في عملية اللي هو الهجوم أو فقط هو التعبئة العامة لبعض الجهات أو محاولة زعزعة أمن واستقرار المنطقة بهذه الخطاب التعبوي، هذا أمر أعتقد أنه يعني لا يصح، في خاصة في دول الخليج.